كان جاي المندوب الجاي وشؤون المرأة والأسرة بالقصرين، صعدت اليوم 13 أوت لمراقبة الطفولة القصرين المدينة بتواجدي مع الأولياء مع الأطفال في حفل بهيج بمناسبة العيد الوطني للمرأة، وكانت فرصة للالتقاء بالأولياء وجملة من المعطيات حول القانون 58 وكيفية تربيه الناشا على المساواة ومبدأ التناصف ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وكانت فرصة زادة لإعطاء فكرة على القانون 58 للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة التونسية. اليوم مؤسسة طفولة تشتغل على إعادة تأهيل العقول مع الأولياء ومع الأطفال من أجل محاربة هذه الظاهرة، ظاهرة العنف، ومن أجل إعطاء قيمة حقيقية، قيمة اللي تستحقها المرأة التونسية في مسألة التربية وفي مسألة إيجاد التوازن داخل المجتمع التونسي. شكرا لإطارات مراقبة الطفولة، شكرا لإطارات ميديا وكلمة نقل على هذا المجهود. مجموعة من الأطفال تبارك الله ما شاء الله، كل الأولياء تقريبا متواجدين ومتواجدين معنا، واليوم الحقيقة عرس بأكثر معنى كلمة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كل عام والمرأة التونسية بخير، كل عام والمرأة التونسية متميزة ومتفوقة ومتألقة. مع الشكر، بارك الله فيكم. اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تم الاتصال بالأولياء أطفال الوسط الطبيعي المكفولي الدولة، وعملنا اجتماع بحضور سيد مندوب المرأة، واللي تعرفنا بخصوصه على مقتطف صغير من قانون عدد 58-58 ضد المرأة، هو العنف ضد المرأة اللي تطرقنا فيه للعنف بجميع أشكاله.